حياكم الله مرة ثانية. معنا يارا النملة من السعودية، خبيرة التجميل. الله يسعدك، تشرفنا. الله يحييك. الله يخليك يارا. في هذا التجمع الجميل اللي تشوفين فيه الكثير من المؤثرين من الوطن العربي وأيضا خارج الوطن العربي، اللي هي قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، خبريني لحد الحين شو انطباعاتك، شو شفتي لحد الحين، شو الشيء اللي أبهرت؟ طبعا قبل ما أجاوب على سؤالك حابة أشكر حكومة دبي وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الاستضافة الجميلة هذه، حياكم وعلى الله. المبادرة الجميلة. وكمان حابة أقدم تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين محمد بن سلمان لتجديد البيعة الرابعة. فاللي شفته في هذا المكان الصراحة وفي هذه المبادرة الجميلة إنه كمية الشباب والجيل الملهم شيء مو طبيعي ما شاء الله. جميل. في طموح عالية، فإن شاء الله مستقبل قريب رائع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، أتمنى لك كل التوفيق. لما نحن يعني بشكل عام ينقال أن دبي كمدينة في الخليج، لما أنت بتجين دبي شو أكثر شيء تتحمسي لتسويه؟ اكتيفيتيز، تطور، شغف، يعني حتى توسع في المجال الاجتماعي، يعني اتعرف على ناس مره كثير ملهمين، شغل، موتيفيشن كذا. دبي اول ما اسمع دبي كذا حابب الايجابيه اللي تتكلمين فيها. حلو. طيب السوشيال ميديا اليوم، خليني اقول تحديدا انستغرام، سناب شات، تويتر، شو اكثر شيء ما تحبينه في السوشيال ميديا؟ اكثر شيء ما احبه، ما في يعني شيء معين، ولكن ممكن انه الحرية الزايدة، يعني ممكن في أشخاص يأثرون نيجاتيف أو بشكل سلبي على المتلقين، ممكن هذا الشيء اللي شوي يضايق الجميع بالأخص الأطفال. في متابعين كثير أطفال لجميع المجالات، فأنت كيف تقدر تمنع الطفل من مشاهدة برامج التواصل الاجتماعي؟ نعم. طيب إذا اليوم وحدة طرشت لك مسج قالت لك يارا أنت قدوتي وأنا وايد أحبك، وأكيد توصلت هذه المسجات كثير، الله يسعدك، وأنا حابة أدخل مجال السوشيال ميديا، أنت شو تنصحين عادة؟ أول نصيحة تعطينها للبنت اللي تقولت أنت مثالي الأعلى، شو تقولي لها؟ أول نصيحة عشان شيء يعني أنا قاعدة أسويه من رأيي، أنا إنسانة مالتي تاسكر، يعني ما أحب أقعد فاضية، أحب أشغل نفسي بشيء أستفيد منه. يعني دائماً أنصح البنات أنه والشباب كمان ما يضيعون وقتهم في أشياء تافهة، يعني هو العمر مرة، ولكن في أشياء يعني نستفيد منها في الحياة، نصير طول الوقت مبسوطين، نشتغل، نتحمس في الشغل، يكون عندنا شغف، حب للحياة. فهذه نصيحتي دائماً. جميل، نتمنى لك كل التوفيق يا يارا، وحياك الله في دبي مرة ثانية. تسلمي. شكراً، شرفنا.